قال أحببت فتاة حبا شديدا حتى وصل الأمر إلى أنها شغلتني عن الصلاة، فكيف أتخلص منها؟ تتخلص منها بالاستعانة بالله، تستعين بالله سبحانه وتعالى. فإذا استعنت بالله أعانك الله. شوف نبي الله يوسف عليه السلام كان رقيق في بيت الملك خادم، وكان جميل وكان شاب وكان أعزب، وامرأة العزيز هي التي راودته وهي التي أخذت بأسباب المعصية، قفلت الأبواب وهيأت نفيسة، وهي التي دعته وقالت هيت لك وهددته بالسجن عليه الصلاة والسلام. قام قال شنو؟ قالت هيت لك، قال شنو؟ معاذ الله، أي أحتمي وألتجئ بالله. فإذا احتميت بالله حماك الله، وربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا الانشغال. نمرة اثنين في الصلاة، أي موضوع مش المرادي بره، أي موضوع جاك في الصلاة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل على يسارك ثلاثا. والتفل يعني أن يعني يكون نفث ومعه قليل من البصاق، وتستعيذ بالله وتدفل ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وشكي إليه هذه الحال فبيّن وأرشد إلى هذا الدواء. ثالثا، على الإنسان أن يشغل نفسه بما يسر الله وبما أمر الله، وهو الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنت تسعى في الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كان حقا على الله عون، ومنهم الناكح يريد العفاف، وتدعو الله في أوقات الإجابة لما تسمع النداء وبين الأذان والإقامة، بدل تمشي تحضر بلياردو ولا تمشي في أي أمر، حتى لو كان أمر مباح أمشي الجامع. ما الفتاة دي ذاتها بقت شغلة لك شنو؟ شغلة لك ذهنك، طوالي تدعو الله إنه يسر لك الزواج، وتمشي تستخير تصلي ركعتين، وبعد ما تسلم ترفع يدينك لله وتدعو بدعاء الاستخارة المعروف. بعد ذاك طوالي تمشي تدق الباب ليها هي ذاتها، مش يابت هي الصلاة حمتك، أنت خايف مالك؟ خايف من أبوها أنت؟ دق الباب قول لها: يا عمك بيتك دي أنا شغلتني في الصلاة ذاته، وأنا والله جد خليك زول صريح، أنت ماك راجل ولا شنو؟ خليك زول نجيط، دق الباب، أنا داير على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ربنا قاسم لك طوالي بقول لك: يا ولدي خش وجيب أهلك وإن شاء الله الموضوع بمشي لقدام، فهمت؟ وإذا هو رفض أو البيت رفضت، أنت طوالي أقفل الموضوع، أقفله، لأن الموضوع ده بمشي لقدام. أنت ما عرفت، أنت قال مجنون ليلى، ها؟ قيس ولا اسمه منو؟ قيس ابن الملوح مش؟ وكثير عزة، ومين بتاع بثينة ده، وجميل والجماعة دل الخلاهم يحصلوا المراحل دي شنو؟ ها؟ العشق يا أخوان، العشق المحرم. وفي ذلك ألف العلامة ابن القيم رحمه الله كتاب الداء والدواء، وكان ذلك في مسألة العشق، إنه زول وقع في مسألة العشق وهو ما يسمى بعشق الصور. وده دائما يا أخواننا سببه أن الإنسان خلا في الغالب قلبه من محبة الله والتعلق بالله، يعني هو نقص في التوحيد، فملأه بهذه المعاصي، عرفته؟ ويقع الإنسان بسبب ذلك في أمور كفرية، يقع في أمور كفرية. ها؟ والقصائد دي ملانة قصائد، لغاية ما أسل الليلة الكابلي ولا مين ما بعرفه بيقول: عبدت القبر يا سلمى، مش عنده غنية زي دي؟ لأن القبر ضماكي، وعبدت الشجرة يا سلمى لأن الشجرة ظلاكي، وعبدت الله في سري لأن الله سواك. شوف لما عبد الله عبده تحت تحت، شوف البلوى دي حصلته لوين، وبقى يعبد في الشجر. ها؟ قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. شوف الجن ده حصل كيف،
تلقى واحد يبوس في الحيطه يمكن تكون جالوس وفيها بعر الله يكرمك وبلاوي باب يجي خاشي يبوس في يدي ها ما لك هذا التجر كده ثاني نط في الحيطه انت ناي ضب انت ما لك كويس تجر ثاني يرجع ما لك يا ود الحلال ها ده ما مشكلته مره مجهجها عشان كده شوف الشريعه دي شوف احكام الشريعه دي احكام في غايه الكمال من البدايه ربنا ما قال للناس ما تزنوا ربنا قال ولا تقربوا الزنا النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع واليدان تزنيان وزناهما اللمس أو قال البطش وقال والرجل زناها المشي والفرج يهوى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج عرفته؟ ما هي شغلانية ما بتبدأ من البداية وبعد مرات بتلقى واحد قاعد مع واحدة ذات شكلها أوجه منها الصبرة لكن بس عنه زول ده ها زي ما قال الشاعر قال عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن يتورط فهمت وبعد ذاك بيجي يقول في الكلام وبيجوا يعدوا النجوم وأنا ما أعرف حصلوا لغاية كم أو العدد ممكن يفيك منه بعد شيء يلقط أكياس ده كله الهوس يا ناس يا عشان كده عبد الله بن مسعود شوف الكلام ده كيف الصحابه ده الكلام المجيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اذا اعجبتك امراه فتذكر مناتنها مناتنها معناها شنو معناها بتحيط تتمخر مش انت يقول لك يا سلام يا وانا مما شفتك وده قال الله الله يرحمه قال وشك البلور مش زي بنات الحور انت بتغش على منها عمك الله يرحمك فهمت لكن شو الناس اللي بيحصلوا مرحلة كيف؟ ابن مسعود قال لك فتذكر مناتنها وبتمشي الحمام فهمت وبتمرق وبتجي عوار وبتمرق منها مدة فأنت يتذكر الكلام ده؟ يتذكر وبطونها دي جوا شايلة عفن فهمت؟ وبتلقاها ضاربة 600 لون ومريحة ليشنو؟ ليشنو مريحة كثير؟ ليشنو؟ ما لأنه في عفنة كثيرة أنت فاهم؟ عشان كده أنت أرجى الحور العين هناك فهمت؟ وحدث نفسك بما في الحور العين من هنا من مما هنالك من النعيم ولذلك تمشي تدق الباب تقول لها عمك دار اتزوج ادوك الحمد لله ما ادوك عشان كده يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى للمتحابين مثل الزواج عرفت تقفل الباب ده مره واحده وما تفتحه ورغمك ذاته شريحتك كثيره شرائح كثيره باي ممكن صاحبك يشتري لك واحده كثيره بثلاثه جنيه صح وبيدوك معاه رصيد زياده بقى كمان قصروا معاك ما قصروا معاك كويس فما تمشي طر تروحك والله قرايتك دي ما تلين فوقها اسي انت ما شايف الناس اللي قاعدين بيجاي ودي مظاهر سيئه جدا واحد من اخواننا جزاه الله خير اخونا حسين قال لي يا اخي احنا مشي نعمل لنا حلقه في جزيره توتي بغادي لانه الناس البحر نقص بيقوا يمشوا بغادي اولاد وبنات جيزان زي بتاعنا بطاريه بس جيزان جوز 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 تلقاهم قاعدين قلت له نتكلم مع منو؟ نقول لهم شنو؟ اغايه ربنا بقدروا اللي مش نسال الله انه يوفقهم كويس؟ ناس قاعدين هناك بيمشي هناك القش ده ليه؟ هنا ما في مصاطب دار يقول لها شنو؟ هناك بغادي دار يقول شنو؟ وفوتوا المحاضرات ومربتين في الغالب كثير من طلاب الجامعات السودانيه الا من رحم الله عشان كده ما شاء الله الاسلاميه ديل بتخرجوا سريع ما بتلقى في النادر الناس الاسلاميه ديل ليكون زول منتمي لحزب وما قاعد يجي الجامعه او زول مثلا عنده زراعه نحن بنعرف الشغله دي فهمت او كده مشغول ما بيجي الجامعه نهائيا حتى بعد ذاك ما ينجح لكن 80% من طلاب الاسلاميه قاعدين ينجح اما بقيه الجامعات الثانيه فحدث ولا حرج حدث ولا حرج الجامعه عباره عن معارض بتاعت مكياج وعباره عن عرض بتاع ازياء واولاد ذاتهم تلقى شباب عاملين كيف هل ورطتهم شنو؟ هل ورطتهم الشغلة دي؟ الشغلة دي الواحد بيجي ها والإعلام الشغلة دي مخلوطة كلها البلد دي نسأل الله إنه يرحمنا بس شغلة جايطة كويس؟ يا حتى في الدعايات دعاية بتاعت لستك بتاع تراكتر يجيبوا لك بيت شراب بتاع راجل يجيبوا فوقه بيت ها دعاية بتاع الصلصة يجيبوا فوقه بيت كويس؟ أي حاجة بيجيبوا فوقه بيت يا ناس الحاصل شنو؟ ده كله يا اخواننا من المصايب اللي جاتنا من برا فبقى الشاب الشهوات فوقه مؤججه الشهوات بقت مثاره ما دار لا ذاته شغله كثير عرفتها شغله مجهزه
فإذا دخل وده بتلقاه من مش زمان كان من الجامعة وعشان رجعت العالي عشان من الأساس من الأساس والله يقولوا لك كلام يحيرك ذات يا أخ والله الكلام ده قبلي أظن قريب 7 سنة أستاذ قال لي في أنا بقري في فصل أو أستاذ بقري في فصل سنة تانية أساس خيل الكلام ده واحدة قاعدة ورا الفصل كئيبة ودي قامت جدعت لها ورقة كده تاني أساس أنا ليلة ما قادر أصدقه كويس ديك فتحت الورقة قالت عشان الولد ما تفقدي وماذا تفعل أول حاجة ما تتكلم معه كثير عشان يكون مشتاق لك كويس وتاني ما عرف تعمل شنو يعني الولد ده ذاته بكون مبشتن بشتنة شديدة يا أخوانا دي بيت أساس دي عمره كم بيكون 7 سنة ولا كم هذا ما قال دي عمره ما تم جيجا ذاته كويس بتقول كلام زي ده الشهوات شهوات أي أقرب شوف البغالات شوف المحلات بتاعت الزينة والمحلات بتاعت العراس والاستوديوهات استوديو مرة صدورة كله مارك برا لك الله الناس دي ما بتخاف الله تعلق مرتك فوق الماشي والغاشي يحضر فوقها ها شهوات كويس أي حاجة الحفلات يجيبوا لك وده أخواننا نوع من الفساد يجيبوا لك بتاعنا الهنود ديل ها مسلسلات وأفلام وبتاع علقهم لك في باب الحفل كويس عشان المتزوج ذاته عايم في دي يمشي لمرته ينبزها لأنه ما بتكون زي دي يا حرادة زي ما قال الشيخ الطيب كويس يا ناس مالكم معانا قفلوا الحدود عليك الله قفلوا الحدود الشباب دي بيقوا كده فانت فوصيتنا للشباب تمشي تتزوج شوف لو ما تزوجت إما بقيت في الموضوع ده وبتتغشى بتتورط كويس ولا جاك الجبال بتاع الكتب ده والله عشان كده خير لك أمرك روحك أمرك روحك أمشي تزوج وربنا بعينك الصو ما تقول الشغلة دي صعبة والله ما تبدأ بأي شيء ربنا بعينك وأنا بحكي لك يعني شيء شخصي بالنسبة لي تجربتي أنا بتاعت الزواج ما كان فيها شغلة يعني يمكن يكون في قعدة بس زعلة بس شغلة بتاع الزعلة زعلة والله قال لي كان زوجتها أنا بديك كده مشينا طوالي جبنا الشيلة ورا الموضوع مشى أنا كبريتة ما عندي في البيت ولا أنبوبة غاز والله ولا بمبر أنا بتحير الليلة واحد يقول لك والله عندي 4 سرار إن شاء الله لقدام بنجيب الباقي دار تجيب شنو أنت دار تفتح ورشة ولا شنو ها فده هو الساكت يا زول أمشي يتزوج كويس أمشي يتزوج وإذا عندك صنعة أنت عندك صنعة أمشي يتزوج لأنه أنت خايف على نفسك شهوات والإعلام شوف الإعلام ده كله بخوفك وبيصور لك انه انت لابد في الزواج تعز اهلك ولو ما جبت صيوان كبير دي مش المسلسلات موضوعها كده لو ما جبت صيوان كبير ها ما يعني ما انت كده ما كسرت نخرت امك يا زول المجتمع ده يا زول والله تباريو اصل المجتمع ده مش ماشي كده انت امشي كده غرب منه طوالي لانه لو باريته بتضيع انت المسكين انت تقعد تتلفت ساي تتلفت هذا اللي قالوا دايرين اسمه شنو عشان العروس ولا اسمه شنو فطور العريس يا اخ مره انا شفت له فطور بتاع عريس والله ده ياكل والله ياكل نجد ده يجيبه من وين الزول ده ناس دي تعبانه يا ناس الدولار ده طاير فوق والشريك كثير الشغله دي قللوها يا ناس الشباب ده ما يتزوج ولا شنو عشان كده العنوسه والمشاكل واطفال المايقومه زايدين والله لو مشيت اطفال المايقومه تعال للشافع تقول انا يا ربي شبهه ده انا شايفه وين انت لو ذكرت كويس بتشوفه في جامعة من الجامعات والله الذي لا اله غيره ده سببهم شنو يا اخي نحن والله مرة في ابو ادم هناك الساعة 1 بالليل الغفير مرة كده بعد شيء جاء بتاع ركشة وقف لي واحدة كويس ده انا بتكلم لك من الواقع عن شيء شاهدته انا عن شيء انا عايشته كويس بجاي دي نزلت ومشت ولدت في محلة انت عارف مرة تلد برا معناها شنو معناها دي ما أول ولدة مرة تلد براها ما دام معناها ما أول ولدة المرة لو أول ولدة تجي أمها وحبوبتها والمستشفى مكركرين والناس ماشية وسراميس خاشة وسراميس مارقة وجيبوا قهوة وجيبوا بلاوي والناس واقفة ودربات ومصايب كثيرة والناس خايفين عرفت أنا ما زول متزوج بحكي لك عن واقع لكن دي ما أول ولدة البتاجي بتعركش بعيلها من بعيد ده دي ما أول ولدة كويس البلاوي دي سبب شنو برضو في مسجد من المساجد برضو في ابو ادم مرقنا برضو قبل الاذان الاول كواريك تاع الشافع مرقنا برا لقيناه مدفون
ملفوف كويس وخاتنه، بس الناس جوا يفتحوا الجامع اللي يقول الشافع برا حديث ولاده طوالي في محلنا، دقينا للشرطه جزاهم الله خير، جو شالوه فاتوا يمشي يودوه هناك دار المايقومه كويس. وهكذا وقصص كثيره جدا، لو فتحنا الميكروفون ده قصص كثيره ديل اللي بيصلوا. في واحده خدتها في كرتونه وكاتبه الله معاك، ها؟ وفي واحدين بيقتلوا، والجرايد قبل سنين كان بتكتب في القصه بتاعت الدكتور الشهير في شارع الحوادث ولا وين، وكان بيعمل شنو؟ بيشتغل اجهاض، يدوا قروش ويشتغل اجهاض، ويعني مسائل كثيره جدا. سببها شنو؟ النبي عليه الصلاه والسلام وجد رجلا يعظ اخاه في الحياء، قال دعه فان الحياء من الايمان. شوف الناس دي لو صلحت عقائدها بيتوبوا ويرجعوا يرجعوا. الاسلام ده لما قام عائشه رضي الله عنها قالت كان في اربعه او ثلاثه انواع من الزواج، منها الزواج الصحيح تتقدم ويدوك، ومنها المراه كانت يخشوا على سبعه، بعد ذاك اللي بيمرق بعد ما الولد يعني تلدو تشوف شنو؟ تشوف احسن واحد من السبعه ديل تلحق بهم. ومنها انه الراجل ذاته يودي مرته للكلس ده كويس، يمشي يديها له عشان يجيب له نسل تمام، فهمت؟ وكان حاله سيئه جدا. النقل من الكلام ده لمجتمع طاهر، مجتمع شريف، مجتمع ما فيه زنا، ما فيه اي مصيبه، النقلهم شنو؟ العقيده الصحيحه. شفت العقائد دي لو اتصلحت الناس بتمشي لقدام. وقبل شيء كان بيتكلموا لك عن الموضوع ده كويس، ومآسي كثيره، لكن برضو يا اخواننا المجتمع ذاته هو محتاج لعقيده كويس. يا اخي محتاجين لعقيده، زول اللي بيرزقهم الله، يعني الله رزقه البيت دي عند ابوها الله بيرزقها، والراجل الله ما بيرزقها. انا احنا محتاجين الموضوع ده، عشان كده البلد دي لابد تصلح فيها مفاهيم كثيره. ولذلك انا اوصي هذا الشاب، وهذه الحاله ليست هي حالة من كتب هذا السؤال وحده، والله هو حال كثير من الشباب، كثير من الشباب، وكثير منهم دارين يعفوا نفسهم، وكثير منهم دارين يبعدوا من الحرام، وكثير منهم عارفين انه طريق الحرام ده ما بيجي بخير. ده غير الشغالات شنو؟ ينقل الايدز. يا اخو واحد من اصحابي زمان قرا في جامعة السودان دي بيحكي لي، وحدة شغالة بس اي واحد دايرة بتمشي معه زي التاكسي، اي واحد دايره بتمشي معاه، ها؟ لما انقبضوها وتحروا معاه قالت هذول قايلين نفسهم بيقضوا في شهواتهم وانا عندي ايدز ما بموت براي، والمساكين ديل قايلين الشغله نجيضه، ها؟ فانت اعمل حسابك يا زول، احفظ نفسك، اصو ما تستعجل على الموضوع ده، قرايتك دي جايها تمام، وابعد من الشرك والبدع والاحزاب. والنسوان كتار، النبي صلى الله عليه وسلم، انا اطمنك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن تقوم الساعه حتى يكون الرجل قيما على 50 امراه، ها؟ وماشي شغله زايده، بس انت كده في واقعك وفي قبيلتك فتش عن نفسك، شغله دي كثيره، ها؟ امشي شوف المستشفيات، دكتور شغال ومعاه كم؟ معاه كم 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 دكتوره تحته؟ كتار، المهندسين، الغيره، المكاتب دي كلها ملانه، شو ما ملانه نسوان ساكت، ما تستعجل، كويس؟ اي مجال من المجالات ملان. عرفتها؟ ولذلك انت استعف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله. ربنا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فانت استعفف واسال الله سبحانه وتعالى واخلص النيه لله وربنا بعينك. بعدين الزواج، في ناس بيقول لك طيب لو اتزوجت ما في تكاليف وفي نفقات والمراه بتمرض وحيجوا اولاد وحيمرضوا، والشغله دي حتشغلني من القرايه وتشغلني. طيب انت كنت قاعد ترزقها؟ انت بترزقها ولا انت بتشفيها لو ادوك مليار وتزوجتها؟ يا واحد بيحكي لي قبل ايام، واحد قال لك عنده مليار وعربيه في وعماره ثلاثه ولا اربعه طوابق، ولسه الجماعه قالوا له لسه لما تكون نفسك بعد ذاك تتزوج. لا انا امشي البحر ولا شنو؟ امشي البحر؟ يا ناس الشغله دي طويله، عشان كده انت توكل على الله. توكل على الله وان شاء الله يكون عندك صنعه، تعلم لك صنعه، كمان انت ما تجي بيدياتك ساكت، ها؟ انت خذ بالاسباب، دي ما دعوه للتصوف، يكون عندك
صنعة، شغال سباق، بتشتغل عتالة، بتشتغل أي حاجة، خليها مع شهادتك دي وامشي يتقدم ويتزوج. وأصبر حتى لو بقت عليك ضغوطات، ضغوطات بتاعت امتحانات وضغوطات بتاعت زواج وضغوطات بتاعت مصاريف وحياة، أصبر، ربنا سبحانه وتعالى كلها بيسر لك. لكن لو قعدت ساكت ها دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. وأوعى كمان، دي برضو وصية تانية، أوعى أنت لو ربنا ما يسر لك الزواج، أو مثلا ما 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 عندك في وقتك ده ما عندك شغل، أنت طالب مفرغ من أهلك أو كده أو غيره أو غيره، أوعك تقعد ساي، أوعك تقعد ساي، لأنه لو قعدت ساي طوال إبليس بيجيك، وإبليس شغلته مع الشباب في الغالب في شهوات، بيجيك بالشهوات إبليس، عرفته؟ ويسوي لك الشهوات، فأنت تبعد من الشهوات وتبعد من مجتمع الشهوات، ولو كانت باسم جلسات أسرية، جلسات أسرية عرفتها أو غيرها من المسميات، فالإنسان يبعد يا أخوان، لأنه بعد شوية بتدخل في بلاوي وفي معاصي وخلوة. أنا كم واحد دق لي والله الذي لا إله غيره بيسألني، قال لي يا زول أنا قريبتي، خليك من بتبقى لي وشنو، قال لي بعد شوية خشينا في محرمات كالقبل و و و إلى آخر، بتخالت ولا قريبته عرفتها، فخش في محرمات زي دي، ودي رحمه، أهدي تاني حلوها كيف يا ناس، والناس حصلت، في ناس حصلوا محلات بعيدة، فأنت أبعد من الشهوات دي. وأي شارع بيجيب لك البلاوي دي سده، النظر للحرام صعب، أنا عارفه صعب، صعب كمان إبليس بيغشك يقول لك والله دي آخر واحدة بس، تاني ما تعين لي بعدين كويس، أو يقول لك دي لو فوتها والله تاني ما بتلقى تاني، بس كحلة سريعة كده، خاصة مع فتاوى زي الترابي، قال يا علي إنما لك الأولى وليست لك الثانية، لك مش معناها حلال لك، معناها لا تؤاخذ بها، معفوة عنك. ليه؟ لأنه ده أمر لا يعني لا قوة لك به، ما عندك فيه تسبب، عرفتها؟ فطوالي تعمل شنو؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك، طوالي تزح. ده الترابي قال النظرة الأولى دي ممكن تكون ساعة، ساعة، شوف الكلام ده كيف، عرفتها؟ ولذلك خليها سماعة بعدين، خليها بعدين، عرفتها؟ فأول حاجة تسد الباب ده، ولا تدخل مواقع شينة، لو أنت موبايلك ده بجيب لك بلاوي بيعه طوال، امشي جيب ريبيكا، والله أنا بنصحك لوجه الله، عرفتها؟ الباقي ده امشي اشتري بيه ذهب ولا حاجة، عرفت الموبايل السمح ده، يقول لك لا ما غالي، لا ما غالي، الجيران بيته 900 او حاجه زي دي، بيسوي لك خدته اللي جاي لقدام بتلقاه ان شاء الله تدفع به مصاريف الجامعه كويس، موبايل تلقاه غالي 2.5 3.5 بتاع، بيجي يقول لك والله الشغله دي كيف، موبايلك ده جاب لك البلاوي، يقول لك لكن طيب ما بيرسلوا لي المحاضرات، طيب هنا الجامعه دي قبل ما الموبايلات دي تخش السودان ما كانت ماشيه، ما كانت شغاله، شغاله اصلا ما في ريبيكا ده بجي لك امورك كلها ان شاء الله، فهمت؟ السماع، الاستماع للأغاني والمحرمات تبعد منه، الحفلات عرفتها تبعد منه، لأنه ده بيجيب لك، شوف الغنى ده السلف قالوا هو رقية الزنا، رقية الزنا، يعني أنت مما استمعت للغنى ده طوالي أنت قلبك بحن، ها في ناس بيبكوا في الغنى ده، واحد تلقاه بيبكي، تلقى دموعه جرت زي ما ده قال دموع الداني تحية دموع سالت كويس، فده شوف الغنى ده شوف سوى له شنو، في واحدين بتدردقوا بالواطة، وفي مرة نحن شغالين في الأسبوع الهندسي بتاع جامعة الخرطوم، وفنان ولا فنانة شغال ذاك طوالي مشى سجد له، مشى سجد له عديل عرفته، وبيجاي جا فنان مصري في السودان برضو قبل سنين هنا في الفندق البيجاي ده جنب البحر ده اسمه شنو؟ هيلتون، واحدة فتحت صدورة سودانية تخيل، ها قالت له وقع لي هنا في صدري، شوف الوسخ والسفة، ده سببه شنو؟ دي الرقية بتاعت الزنا، ها دي رقية الزنا، السلف سموه، قالوا إن الرمك لتصهل فيشرئب لها الفرس، الرمك دي أنثى الحصان، لما الحصان كورك طواله بتضرب بزيلها طواله، طواله بتمشي له، قال وإن الرجل ليغني أو المغني ليغني فتشتاق المرأة عرفته؟ فأوعك تسلم سمعك ده، أشغل نفسك بأي حاجة،
وفي البدايه صعبه، في البدايه بتكفل يضمنك كده بتلقى الكرعين تحت الشغالات كويس، انا عارفها صعبه، لكن انت جاهد روحك. ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واعلم انه شوف الطاعه دي اصل عاقبتها افضل من المعصيه. وخذ قاعده عندك زي ما قالوا السلف، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. وقال ابن عباس فيما نقل ابن القيم رحمه الله، قال للحسنة نور في الوجه، ضياء في الوجه، ونور في القلب، وقوة في الجسد، وانشراح في الصدر، وزيادة في الرزق. قال وللمعصية أضداد ذلك، المعصية فيها أضداد ذلك. عشان كده بتلقى الزول غالب الفنانين دل تلقاه الواحد ما سعيد، عشان كده الواحد تلقاه بيشرب، واللي بتلقاه عنده بنجو، واللي بتلقاه ليه؟ لأنه ده ما سعادة. وإن لبس لك تمام ولبس ظريف وجاك مكيف وكده وبيعمل يضحك معاك ويعمل لك كده، لكن هو جوا قلبه ما سعيد. فالسعادة يا أخواننا ما بيدي، عرفتها؟ فده كله تبعد من الحرام. وما تصافح النساء، ده برضو باب بتاع شهوات. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المصافحة، وعائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. فسلمت على بيت بتثير فيك الشهوة، بتثير فيك الشهوة. أما اللي بيجيك العلماني وده ما هناي وأحاد شنو، أنت ذاتك ما راجل، أنت ما تام ذاته أي حاجة، عرفته؟ فنحن بنخاطب الرجال، مشيت صافحته اتأكد تماما إنه ده باب بتاع شهوة، حتى لو بنت خالتك أقفل الباب ده تمام، عرفته؟ وغيره من الأبواب بتاعت البلاوي والمعاصي. فما تمشي تفتح على نفسك مسائل زي دي. أو واحد يقول لك والله الكلام ده كله صح، لكن أنا ماشي أحضر فضائح الشيعة على اليوتيوب. طبعا عندهم حاجة اسمها زواج المتعة، حاجة شينة جدا واستغلال للنفس الإنسانية، فلا بد أن أحضر لي مقاطع عشان يكون استدلالي قوي. يا زول أنت ده تورط روحك ولا شنو؟ أوعك يا زول، مالك ومالهم وسخ، أبعد منه، اشتري ريبيكا طوالي، أوعك من الهوسة زي ده، عرفتها؟ وغير من الوسائل صحبة البنات في الحافلة دي، ركبت جنبك واحدة أنزل طوالي، إن شاء الله يقولوا عليك معقد، ينبزوك أي حاجة، أنزل فوت معقد وأي شيء، لكن راجل الحمد لله ما لقى شيء، أنزل تحت طوالي، أنزل تحت طوالي، لكن تقعد في واحدين في الحفلات يقعد لك كده، بعض الشباب يقعد لك في الحافلة كده، وبيجي المقعد اللي جنب الشباك فاضي، تجي أنت تقعد يعني لك ويحمر لك، كويس؟ تجي بيت يقوم زي حالات تخش. وغيره ده ما المجتمع ده قاعدة فيه بلاوي كثيرة جدا، كويس؟ بلاوي كثيرة قاعدة في المجتمع. انت يا زول حافظ على روحك، والله نصيحة لوجه الله، حافظ على روحك. بعدين السلف ذاتهم قالوا الإنسان لما الإنسان الدار يستمتع بشهوته دي في الحلال، لما يعاين ليدي ويعاين ليدي ويسمع للغنى، جزء من شهوته يتفرق، جزء من الشهوة يتفرق، بعد ده شهوته قضاء ما بكون كامل. فانت اجمع شهوتك دي، خليها بعد تتزوج، اصبر، والله خير، اصبر، الصبر عاقبته عاقبه محموده. وانت اعلم تماما، انت لو صبرت وحبست نفسك فانه يعني ستعوض في الدنيا وفي الاخره، وستكون في نعيم وفي لذه. واذا اطلقت بصرك وجوارحك في المعاصي، هذا باب لا ينسد الا ان شاء الله، وما بتحصل، ما عنده نهايه. قعدت مع ديك بيجيك واحدة أسمح منها، ولا حواء ما والدة، مش المثل بيقول لك حواء والدة، عرفتها؟ أنا إحنا عسي لو فتحنا الباب ده ساكت، ما دي مشكلة كبيرة، عرفتها؟ أنت لو فتحت الباب ده دي مشكلة كبيرة، تمشي بجاي تعاين بعد شوية تلقى واحدة أسمح منها، هتعمل شنو؟ عشان كده أنت بتعاين لحاجة لا بتقدر تصليها ولا بتقدر تصبر عنها، في داعي يعني؟ السلف قال لك كده، قال أنت بتعاين لشيء ما بتقدر تصليه. ممكن تكون مخطوبة أو قد تكون متزوجة، أو قد تشوفك إنك ما مستواها مثلا، عرفتها؟ أو قد تكون أنت أي شيء عاجبة لكن أنت مفلس، ولا كيف؟ عرفتها؟ قد يكون زول مثلا كده البنات لامات فوقه لكن مفلس، في النهاية ما بيجن عليه، عرفتها؟ فما بتقدر تصليها، وكمان ما بتقدر تصبر، هتلقاه بعين كده لما نعمل له حادث، يا ود الحلال انت مالك ومال الشلهتة والجهجهة، مالك ومال، اصبر نفسك واستعين بالله سبحانه وتعالى وجاهد النفس. النفس دي يا اخواننا دار جهاد، النفس
تحتاج إلى جهاد. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. عشان كده الشافع ده لما يحصل عمر معين بيجيبوا له شنو؟ هاي بيجيبوا له حاجة يفطموها به، لأنه لو خلوه ممكن بعد ما يجي من الجامعة يمشي يرضع بعد ما يتخرج. كويس؟ ليه؟ لأنه النفس دي يا أخواننا ما عندها حاجة بتوقفها، لا في شهوة ولا في أي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملو عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالنفس دي يا أخواننا بتتطلع، ومهما وصلت إلى ذات جمال فربنا سبحانه وتعالى خلق أجمل منه. فعشان كده أخواننا الإنسان ما يطلق نفسه وما يطلق الهوى لصراحه، حتضيع دينك وحتضيع دنياك. فعشان ألقاك تقعد تغبل في الحفلات وفي الحيط وفي المكان الماشي به، فبتصل للجنون. وده كله يا أخواننا بسبب الفراغ الروحي والإيماني الذي لم يملأ قلب هذا الإنسان. عشان كده برضو الوصية إنه الإنسان يا أخواننا يكثر ويديم النظر ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحفظ القرآن ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنت أي واحدة متبرجة اتعامل معاه بمجاهد. كويس؟ وأقرأ آيات طوالي، مما تلقى متبرجة ونفسك قالت لك شوف قول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، واصل الآيات لما تتمها ربنا بكون صرف عنك. وادعوا الله سبحانه وتعالى لعلنا طولنا على الناس. نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. جزاكم الله خير.